ما قيل عن الرجراجة أشاهد أمام الله وأنا لا أجامل هذا ولدك، أن لما أخذ زمام الرجراجة نقابة كتب مذكرة فقد تبرأ من الشعوذة ومن الخزعبلات التي تقع في مواسم الرجراجة، وربما هو يدلكم على هذه المذكرة، والمذكرة فهي يعني توزع على الناس في المواسم، لأن مواسم الرجراجة تبنى على الموعظة على الذكر، والمجلس العلمي المحلي يرافق مسيرة الرجراجة طيلة 40 يوما أو كذا 40 يوما، يحثون الناس على دينهم وعلى صلاتهم ويذكرون بالولاء ما بينهم وبين عرش العلوي، وهذا يساهم في استقرار البلد ويساهم في تنمية البلد. وفي بداية مواسم الرجراجة كانت مواسم عادية ويقع فيه الذكر وتلاوة القرآن، ولكن لما دخلت السلطات المحلية فأقامت المواسم لأجل التجارة ولأجل اقتصاد البلد، وهذا أنتم تعرفون هذا أكثر مني. وبهذا نختم، أنتم جئتم لتبينوا هذا للناس، ولمن يقول غير هذا نقول لهم كفاكم من الضلال، من أراد أن يأخذ الحق فيأتي إلى مصدره ويأخذ ما، أما الوسائل التي وكل على كل من دب ووهب هذا لا اسمي. أنتم جئتم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يحفظكم أينما حللتم وارتحلتم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وأن يرشدكم وأن يجعلكم إخوانا على صراط متقابل، وأن يجعلكم دائما تسعون إلى تبيين الحق ومن الضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم اللي عنده الأولاد، اللهم افتح بصائرهم، اللهم نور سرائرهم، اللي عنده الوالدين اللهم خذ بأيديهم، اللي ماتوا للوالدين اللهم ارحم رحمة واسعة، وهذا المجمع الكبير نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مجمعا طيبا ويكون مجمعنا تجمعا على الخير ومتفرقين على الخير. سبحان ربي ان شاء الله الرشاد مين عند اهليهم ودويهم ان شاء الله، وتري الله يحفظهم في السر، اللهم امين يا رب العالمين، 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 سيدي جلالة الملك اللهم انصره ونصره عليه، اللهم وفق الخير وعينه عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وأقر عينه بولي عهد ولي حسن وفي جميع أسرة العلوية الشريفة يا ذا الجلال والإكرام. أنتم حفظكم الله أينما حللتم وارتحلتم في الذهاب والإياب، حفظكم الله من كل سوء ومن كل شر ومن كل حاسد ومن كل سوء ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ضيافة السيد نقيب الزاوية الركراكية بحول واحد الشنآن كبير اللي عرفته مواقع التواصل الاجتماعي في الإقليم، شنو ممكن توضح لنا؟ أود أن أوضح أن هذه المسألة تتعلق بأجندة سياسية لبعض الفرقاء السياسيين على المستوى المحلي. هناك واحد مسؤول محلي على حزب معين ذو مرجعية دينية ربما كيشوف راسو غادي الخسارة، وحاول يبتزنا حنا سياسيا كزاوية باش نتخنقوا معاه وباش نخدموا ليه الأجندة السياسية ديالو، وشاف أننا كان نسعاو نجلبوا بعض مصالح البلاد، واعتقد أننا كان خدموا شي جهة سياسية معينة مضادة ليه، ويحرك بعض العناصر هنا في المنطقة والركوب على بعض القضايا اللي هي تافهة من ناحية المضمون، موضوع الطريق، موضوع الخلافات اللي هي بداخل، لا يعقل أنه المسائل اللي داخل المحكمة ويبط فيها القضاء يتم تداول فيها في وسائل الإعلام. يعني إحنا كمسؤولين على هذه الزاوية وعلى حماية ممتلكاتها من بعض العناصر، إحنا لا نثق الكاملة في القضاء
يقول الكلمه ديالو قالها الحمد لله الفدائيه وغادي يقولها في السينا. هادشي اللي كنظنوا فيه لانه على صواب على حق. حنا ما كندافعوش على الممتلكات الخاصه ديالنا، كندافعوا على مصالح ديال الزاويه على الممتلكات ديالها. كاينه بعض العناصر اللي هي لا تمثل الا نفسها، كتقول تشوش وكتخدم اجندات سياسيه، هذا هو الموضوع بصفه عامه. اما بالنسبه لي انا شخصيا لا ادبر الشان المحلي في البلاد. بالضبط علاش هم الموضوع الطريق الوطنيه 2202؟ لانه هذا الموضوع كاين كيف ما قلت هذه الهيئه السياسيه محركه بعض الناس اللي ربما كتهيئ فيهم الانتخابات الجامعيه المقبله، كانوا بغاو يركبوا على موضوع معاناه بعض الساكنه في الدوار على الطريق. انا كانت عندي علاقه شخصيه مع بعض الناس تما واكثريت الناس ودخلت وطلبت بالتنسيق مع رئيس المجلس السيد العامل ووصلنا ليه معاناه ديال السكان، لا هما ولا سكان ديال دوار اخر دوار الحميلات اللي كتشوفوا راه ما موتيش المشكل، المشكل ما موتاش في هاد الدوار. علاش في هاد الدوار؟ لان كاين عناصر بغات ربما هذا هو التفسير ديالنا. هي الطريق مبرمجه سيدنا، الطريق مبرمجه داخله في اطار الطريقين بجوج مبرمجين الطريقين معبدتين في اطار برنامج محاربه التفاوتات في الجهه اللي هي حامله المشروع وهي اللي تقنيا مكلفه به. لست ادري كيف يتم اقحامي شخصيا في موضوع دو صبغه تقنيه محضه، كيف لي ان باي صفه انني يمكن لي ان اتدخل وتحديد مسار الطريق منين تبدا ولا منين تبدا. هذا من جهه. من جهه اخرى انتم وقفتم على ان هاد الناس اللي تيتكلموا وتيدعوا انهم تيمثلوا السكان مشاو بغاو يحرموا مجموعه من السكان اللي معاهم في نفس الدائره الانتخابيه، بغاو يحرموهم من الطريق، وهذا لا يستوي، لانك انت كمواطن عندك الحق والاخر عندك، هذا هو المنطق اللي كيبان. اما تحديد المسار فهو من صلاحيه الجماعه والجهه اللي هي حامله المشروع. واش ممكن نعتبروا ان حرب مشخصانه كتهمك انت خاصه بعد ذكر مول العوده اللي لا علاقه لكم على حسب توجه ما يقصدون مقدم الطائفه اللي في اخر مول السي احمد ناصح، وهذا اللي كيدل اللي كيهضر كيخلط واحد الانسان كيجيبوه هو في اقل مدو ويبدا يخلط الامور في زاويه بن حميده. هذا كنظن الانسان اللي كيدعي انه كيحارب الفساد ولا كيدافع على المظلوميه ديال السكان، يعني من المفروض انه يتحرف الوقائع ديالو ويضبطها ويجي لعين المكان بعدا ويشوف الساكنه ويشوف الاطراف ويتصنت الاطراف جميعا، ماشي يبقى في قهوه ويبدا يحكم ويبدا ياخذ في اعراض الناس اللي زعما من الناحيه المنطقيه من الناحيه الاخلاقيه والانسانيه والدينيه لا يعقل هادشي. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.